راديو اكسجين اف ام. حبي عدي الميسيون على كيف هو لو في الورداني بحكم اللي نحن ماشيين ماشي بيتصور مع على كيفاش استخراج البترول من البلاستيك حاط معناتها يولي يحكي على حكايات اخرى فهمتي على شنو باش يحكي بالضبط. انت مشيت على اساس باش تحكي على الاختراع الاخر نتاعك اللي هو كيفاش تخرج اللي... هو حاط هو شنو يحب بالضبط هو طموحه اللي حاط حياته من كرمازي ليس الا هو ايه هو كلمك واستدعاك شنو قال لك بالضبط في على اساس على شنو باش تحكي هو ما كلمنيش خاطر عرضي ما يجيش فورا ما كلمنيش كلمني المنسق نتاعو هاي قال لك باش تجي باش تحضر في ليميسيون على شنو باش تحكي بالضبط على باش نحكوا الاختراع الاخير تاع استخراج البترول من البلاستيك اش قولك بيبني فوتيل معك فوتيل اسمه فوتيل وكهو بس بالاشياء وكهو بالصور وخرج حتى معناتها دبشي ما بدلتوش ومشيت بعدها غادي للبلاستور معناتها بدل المعطيات يعني انت كي وصلت شفته هو حكي قعدت مع هو حكي قابلته وحكيت وياه وخرجت شنو خرجت من البلاستور خلصت وراي البر اي كي وصلت انتم باش تحكيوا على الليميسيون شنو قال لك هو بالضبط قال لك راهو مش باش نحكيوا على لا قال لي باش نحكوا شويه على البلاستيك ومن بعد نحكوا كيفاش باش تصنع القمه بلادي على الزطله هو حد كيما حب يعمل لي اهانه حد يعمل لي كركينه كركينه في البلاتو بحكم اللي انا عندي نوايا قبل خص معناتها متخاصمين مع بعضنا قبل المشروع حطوه في الموزايك اف ام معناتها علق عليا تعليق خايب عملت له ناكل فيديو نتاع المدفعيه الصغيره كي الحكاية حاط الأسفير في راسه فهمني وحب معطى يرجع رد فعل معطى قدام كيف تقول هذيك هي كيفاش اي وانت خرجت من رفضت انك تسجل معاه لا خرجت وزاد قال لي تمشي تروح على ساقي كي روحت على ساقي جاب ربي ولاد الحلال الحمد لله الشعب التونسي ما عاد يقول لك الحلال قال لي روح على ساقي يعني من القصرين جابوك في كهربا اي من القصرين جابوني في كهربا ووصلوني للبلاتون تاعهم ومن بعد سيبني نروح واحد من اوتيك من هنا روحت على ساقيك اي من على ساقي وصلت القصرين ولا مازلت والله مازلتنا في الطريق تو بحاول ادخل تونس اوكي ربي معاك عايشك يا عايشك